خلق جميل جدا جدا جدا، خلق الوفاء. اول ما اقول بقى خلق الوفاء، ها بقى لا لازم تشوف شريط قدامك دلوقتي، بابا ماما اول مدرس ليا، فلان اللي علمني، فلان اللي خد بايدي، فلان اللي انقذني يوم ما كنت هقع في المصيبه الفلانيه وقف جنبي، فلان اللي زقني اول زقه في نجاحي في الحياه، فلان اللي كان سند ليا. ها شايف شريط؟ شايف اسامي؟ شايفهم؟ بالك قد ايه ما سالتش عليهم؟ امتى اخر مره دعيت لهم او شكرتهم؟ تاخد كم من عشرة في الوفاء؟ ده خلق خطير الوفاء ده. ليه خلق خطير؟ لانه هو السبب ان الخير يستمر في الارض، لان طول ما انت بتدي والناس بتجحد يبدا الخير يقل، لان مش كل الناس بتعامل ربنا باحسان، ان انا بصرف النظر هيدوا ولا لا هفضل ادي، مش كل البشر يقدروا يعملوا كده. يعني الخلق ده هو المسؤول عن استمرار الخير في الارض. كل ما يقل الوفاء كل ما يقل الخير، الا الناس المجاهده اللي مصره تعمل الخير بصرف النظر الناس هتبقى وفيه ولا مش وفيه، ودول مش كتير. وكأن سبب من استمرار الخير في الأرض خلق الوفاء، لأن الناس تقول الله أما طلع أصيل فيزداد رغبته في استمرار خيره. وبعدين الخلق ده بيعمل حاجة عجيبة جدا، معرفش حد فيكم يعرف المعلومة دي ولا لأ، فجأة هرمونات السعادة ترتفع. والله انتوا حرين تصدقوني ولا ما تصدقونيش، بس أنا عارف أنا بقول إيه. فجأة كده حاجة مش طبيعية، كل ما يكون الوفاء كمان جميل، عامل موقف حلو، تبص تلاقي نفسك كده منتشي. هو إيه اللي حصل؟ ده عطاء من الله، ده فتح من الله، ده رضا. وحالتك الإيمانية تزداد يمكن أكتر من لو صليت أسبوع قيام ليل. بيعمل ثلاث حاجات الخلق ده: زيادة الخير في الأرض، زيادة هرمونات السعادة، وده مش كلام علمي، ده كلام تجربة شخصية. عشان ايه؟ مش علم نفس ايجابي زي ما بقول لكم ساعات، دي من علم النفس الايجابي. والتالتة حالة ايمانية عجيبة، وده برضو مش كلام، ده تجارب شخصية شفتها ولقيت غيري بيقول لي نفس الكلام.